السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كتشوفوا هنايا كنخدموا في الباب كما قلت لكم البارح. هذا الباب هذا خصو وقت طويل باش يتفينا ويكمل، ولكن الحمد لله حنا غاديين، ما بقى لناش بزاف بزاف. المهم كما كتشوفوا هنايا كناخذوا العبارات ديال الخوية اللي حنا دارها لنا الحداد من برا، لان من الداخل دار واحد الباندا ديال التوب رقيق باش هي فاش غادي نشدوا يعني الخشبات وغادي يشدو على برا، عاد من بعد غنشدهم حنا بالفيسات. واللي مزيان في هاد المساله هذه هو الفيس فاش كيدخل كيصعب انكم تخرجوه، غير الا خرجتوه بالفيسوز وبعض المرات كيتكوانسا ما كيبقاش باغي يخرج. هذا هو اللي علاش انا مطمئنه ان الخشب يجي من برا. وطبعا مازال غادي ندير واحد الفينيسيون ديال واحد البينيز كيبدا يغطي دوك الفيسات وكيعطي منظر زوين. هنا كما كتشوفوا الخشب اللي درناه غليظ، ما درناش هذاك يعني العادي اللي كنخدموا به دائما، بغيتو عريض وغليظ في نفس الوقت. وعطيناه للنجار باش دار لنا ديك الفيوره باش كتخشى خشبه في خشبه، كيكون عندها واحد المجال فين كت يعني باش راكم عارفين العوامل ديال الجو فاش كتبدلو تقدر الخشبه كتنفخ او لا تفش. المهم ما كيبقاش داك الفجوه بين خشبه وخشبه. هنا كما كتشوفوا كنثبتوا الاولانيه قطعناها الحمد لله، جاي العبار هو هذاك، يعني تقريبا الباب كله فيه نفس العبار من الفوق حتى لتحت. الخدمه ديال الحداد راه الحمد لله خدمته راه نقيه وناضيه، يعني ما كتلقاوش الديكالاج بين الفوق او لتحت. هنايا بديت كنفيكسيهم، يعني كنحاول ندير الفيسات في نفس القياس تقريبا، كنخلي غير جوج صباع، لان الا جينا نعاودو نعبرو بالسنتيم غادي نتعطلو بزاف، لان ديجا هاد الخشب هذا عند بناحي تعريض هذيك الماكينه ديال القطيع، يعني هذاك المنشار ما كيشدهاش كلها، كي ضروري نقطعو من واحد الجهه ونقلبو عاوتاني للجهه الاخرى. المهم كما كتشوفوا كندير جوج فيسات، واحد الفوق واحد لتحت، وكما قلت لكم راه صعب باش كيتحيدوا، يعني ما كيتحيدوش دغيا دغيا. المهم درنا حتى ديك الباندا الوسطانيه حتى هي تيوب درنا فيه جوج فيسات، يعني الخشبه كتشد على هذاك الطول كامل وكتشد مزيان. في الاول كنت كنخدم غير بهاد الفيسوز، عذبتني لان عندنا غير رالونج واحد كنمشيو نقطعو وعاد نجيو نركبو الاخرين، وما كنبغوش نبقاو ديو الخيط ونجيبوه. لكن في الاخير من بعد قررنا اننا ملي لقينا العبار نفسه قطعنا الخشب تقريبا واحد العدد، كندوزو ثلاثه الخشبات او اربعه، كنمشيو حتى كنفيكسيوهم بالشنيول، يعني ديك الفيسوز بيرسوز فيسوز هي مزيانه صراحه، كتخدم بالضو كتسهل علينا ماشي بحال هادي ديال الباتري. المهم كما كتشوفوا كيف كتشوفوا زربانه كيف حتى بعني الخدمه بزاف، داكشي علاش راني غير كنضرب ونزقل. هنا كما كتشوفوا راه كنبداو نقطعوا ونعاودوا نقلبوا للجهه الاخرى، لان ما خديناش هذاك المنشار اللي هو كيتجبد لقدام عاد كتقطعوا. للاسف نهار قلت لهم باش يجيبوا لي هذا في بريكوما ما شفتهمش باللي جابوا حتى الاخر، ما كنتش عارفه كاع واش كاين عندهم. ما عليناش ماشي مشكل، المهم هذا راه قاضي لنا الغرض، واخا كنتعذبوا شويه وكيمشي لنا الوقت فبحال هذه الخدمه، ولكن معليش. وانا كما كتشوفوا كندخلوا وحده في وحده، بعض الخشبات راه كانوا كيدخلوا دغيا دغيا وبعض الخشبات كيعذبونا، ولكن معليش راه في الاخير راه جاب سليمان واحد الخشبه وكيضرب مطرقه باش كيدخلوا مزايرين، وشي وحدين راه كيدخلوا مزيانين. المهم هادشي اللي كاين، هانتوما كتشوفوا الفيديو لان ما فيه ما يتشرح خليكم مع الفيديو. وان شاء الله كما قلت لكم باقي لنا الفينيسيون ديالو باش غادي نفيرني الخشب ونتانتيه، وغادي نصبغ الحديد ونكاشي هذاك الخشب ان شاء الله فاش نبغي نصبغه. ندخلوها بلاصة بعدا ما عندناش قراءة الحرش، ولكن تا نبغي نتانتيهم وغادي نحكم.
كما كتشوفوا ما كفاناش النهار باش نطلعوا الخشب التال الفوق، لان يعني طاحت الظلمه وحنا ما ساليناش. المهم معليش، على الاقل سدينا الباب، لان 3 ايام ولا 4 ايام الطوموبيل كتبات على برا. هذاك الشيء علاش كنا مجبرين اننا نسدو غير على داك القياس. وطبعا خصنا نحيدو هذا الباب، تسليمه نتعذب فيه بزاف بزاف، لان دوك البودرات شادين مزيان. اضطر انه يهرسهم بهذا الشكل هذا. ما عندناش باش نقطعهم، يعني ديك لامول باش نقطعوا الحديد ما كيناش. داكشي علاش قلنا غادي نهرسوهم بهذا الشكل ونكحزوهم حتى للجنب باش نقدروا نحيدوا هذا الباب، والباب الاخر يبدا يتحل مزيان باش ندخلوا الطوموبيل. المهم تماره جات كلها تقريبا ديال التهرس على سليمان. الحمد لله راه في الاخير هرسنا لهم هذاك الجزء كامل، وهذاك الردم نفعنا باش نزيدوه لقدام باش تدخل الطوموبيل وما يهبطش بهذاك التراب. هذا هو اللي كاين. والباب حنا حيدناه اخيرا، يعني باش يولي عندنا الدفه كبيره وبقى دخل الطوموبيل مرتاحه. ايوا المهم هذا الشيء اللي كاين. مازال كما قلت لكم ان شاء الله غادي نخدموا فيه اليوم عاوتاني باش نحاول نحط لكم الفيديو غدا، لان سليمان خدام الصباح وما كيوصل حتى للجوج د العشيه يعني تقريبا نقولوا على ما غادي نتغداو هذا، يعني يلاه ديك الفتره بين العصر والمغرب اللي كنخدموا فيها. ان شاء الله العطله جايه باش نحاولوا نسربوا شي شويه الكوزينه. داكشي علاش وقفنا الخدمه في الكوزينه على ما نساليو هذا الباب ان شاء الله. وغادي نوريكم اشياء اخرى درتها ان شاء الله مستقبلا. نتمنى انكم تبارطاجيو الفيديوهات اللي فيهم الخدمه باش تحمسوا الناس، وتنشكركم بزاف على تعليقكم الايجابيه. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل والفينيسيون ديال الباب بحول الله.